هل يجوز لي أن أعتمر عن رجل مسجون وله أكثر من سنة؟ إذا كان إن عمر التطوع فما ورد إن الحي يعتمر عنه عمر التطوع، وإن كانت فريضة لا ما تجزي حتى يعتمر هو عن نفسه. إذا خرج من السجن يعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، ولا يناب عنه إلا إذا مات. النيابة، انتبهوا، النيابة في الحج والعمرة إنما هما عن الميت أو عن الحي الذي لا يقدر على أداء الفريضة. حي ما يقدر على أداء فريضة الحج أو فريضة العمرة، مستمر ما يقدر، يعني أيس من أنه يجي ويعتمر أو يحج، هذا يعتمر عنه. أما الحي القادر القوي فهذا لا يناب عنه في حج ولا عمرة. نعم.